عدن أنباء عن إصابة المئات بهذا الفيروس الخطير. وإلى التفاصيل، نقل موقع 26 سبتمبر عن مصادر إعلامية تأكيدها تسجيل مئات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في صفوف المواطنين في محافظة عدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف. ووفقا للموقع، فقد كشفت المصادر الإعلامية عن وفاة امرأة أمس السبت في محافظة عدن نتيجة إصابتها بفيروس كورونا. ويشير الموقع إلى أن الإصابات المسجلة فعليا في عدن تتجاوز المئات في ظل صمت وتكتم الأجهزة المعنية. هذا وتعاني محافظة عدن من انهيارات متواصلة في القطاع الصحي وسط تجاهل المسؤولين. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.